خلونا قبل ما نبتدي الفيديو نعمل لايك لتعمل فائدة وليوصل لأكبر عدد ممكن، وشكرا للمتابعين. بنش فايس ديزاين، تصميم ملزمة شد. الفيديو الخامس ضمن سلسلة فيديوهات تصميم ملزمة شد ضمن برنامج سوليد ووركس. مجموعة برغي الفك المتحرك فايس سكرو سوب أسامبلي. تبين الصورة القطع التي تتكون منها مجموعة برغي التحريك. يوضح الفيديو الثلاثي الشكل المطلوب الحصول عليه. يوضح الفيديو التالي تتالي عمليات تجميع القطع بالنسبة لبعضها. وتم تصميم فيديو فك لزيادة الإيضاح للقطع المكونة وطريقة فكها. من النيو نفتح ملف تجميعي Assembly. من Assembly نختار Insert Components ونختار القطعة المطلوبة. نستورد القطعة السادسة وهي Vise Screw. نختار فلوت لتحرير القطعة. نحدد المستوي فرونت بلين للقطعة مع المستوي فرونت بلين للشجرة التجميع. ومن ميت نختار نوع الربط وهو كونسيدنت. نختار المستوي توب بلين لشجرة التجميع مع المستوي توب بلين للقطعة. ومن ميت نختار نوع الربط وهو كونسيدنت. نختار المستوي رايت بلين لشجرة التجميع مع المستوي رايت بلين للقطعة. ومن ميت نختار نوع الربط وهو كونسيدنت ليتم ضبط موقع القطعة السادسة مع مستويات التجميع. احضار القطعة الثامنة للملف التجميعي وهي المفتاح. من Assembly نختار Insert Components ونختار القطعة المطلوبة وهي كي المفتاح. نحدد السطح الدائري الداخلي للمفتاح مع السطح الدائري لبرغي التحريك الأساسي. ومن ميت نختار نوع الربط المركزي وهو كونسنتريك. نختار السطح المستوي للمفتاح مع السطح الجانبي المخصص ضمن برغي التحريك الأساسي. ومن ميت نختار نوع الربط وهو كونسيدنت. نلاحظ أن المفتاح قابل للدوران لتثبيته. ضمن شجرة التجميع نختار المستوي رايت بلين للمفتاح مع المستوي رايت بلين الأساسي. ومن ميت نختار نوع الربط وهو كونسيدنت. احضار القطعة التاسعة للملف التجميعي وهي الطوق. من Assembly نختار Insert Components ونختار القطعة المطلوبة وهي Color الطوق. نختار سطح الاسطواني الداخلي للطوق ثم نختار ميت. ثم نحدد محور البرغي ونختار كونسنتريك. لضبط موقع الطوق نحدد السطح الجانبي له مع سطح المفتاح ونختار كونسيدنت. ضمن شجرة التجميع نختار المستوي توب بلين للطوق مع المستوي رايت بلين الأساسي. ومن ميت نختار نوع الربط وهو كونسيدنت. احضار القطعة السابعة للملف التجميعي وهي هاندل رود. من Assembly نختار Insert Components ونختار القطعة المطلوبة وهي هاندل رود. نختار السطح الاسطواني لها ثم نختار ميت. ونختار السطح الداخلي لثقب البرغي ونختار كونسنتريك لتثبيت دوران القطعة.
ضمن شجرة التجميع نختار المستوي توب بلين للقطعة مع المستوي رايت بلين الأساسي للتجميع، ومن ميت نختار نوع الربط وهو كونسيدنت. لضبط ارتفاعها ضمن شجرة التجميع نختار المستوي فرونت بلين للقطعة مع المستوي توب بلين الأساسي للتجميع، ومن ميت نختار نوع الربط وهو كونسيدنت. احضار القطعة 11 للملف التجميعي وهي المقبض. من Assembly نختار Insert Components ونختار القطعة المطلوبة وهي المقبض. نختار السطح الاسطواني الشاقولي لثقب المقبض، ثم نختار ميت، ثم نختار السطح الاسطواني ونختار كونسنتريك. لضبط موقع المقبض بالنسبة للقطعة السابقة نختار سطح الثقب الأفقي، ثم نختار ميت، ثم نختار السطح الاسطواني لثقب مقبض القضيب ونختار كونسنتريك. احضار القطعة 10 للملف التجميعي وهي البن. من Assembly نختار Insert Components ونختار القطعة المطلوبة وهي بن. نختار السطح الاسطواني للبن، ثم نختار ميت، ثم نختار السطح الاسطواني لثقب مقبض القضيب ونختار كونسنتريك لضبط موقع البن، ونختار السطح الجانبي له، ثم نختار حافة الثقب لمقبض القضيب ونختار تانجنت. من Assembly نختار Mirror Component ونختار المستوي Top Plane، والقطع المطلوب تكرارها تناظرياً حول المستوي Top Plane، وبالتالي نحصل على التصميم المطلوب. ويبين فيديو الدوران التجميع النهائي للقطع. نتمنى أن يكون الفيديو قد حقق الفائدة المطلوبة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وشكراً.